يقول: ما هي الرقية الشرعية للمرض؟ الرقية الشرعية تكون بقراءة القرآن، قراءة سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، وما تيسر من الآيات المناسبة من القرآن، لأن الله جعله شفاء للناس. ويكون تكون الرقية أيضا بالأدعية الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتعويذات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.